وفي هذا اللقاء الذي يجمع السعودية وسوريا هنالك في الملاعب الجزائرية، نعم سادة المشاهدين قد أطلقت الصافرة الآن. نعم سادة الكرام، هذه محاولة خطفت، التقدم يأتي، التمرير، التمرير، ولكنها لم تكتمل. بعدها عادت بهذه اللحظات، الضغط موجود، عادت لمصلحة المنتخب السعودي والتقدم بهذه الكرة إلى الطرف الأيسر، محاولة المرور. أنا كنت واصفا معلقا للحدث الماضي، للمباراة الماضية، هذا جول. كرة إلى الجهة اليسرى، هنا بهذه المحاولة جول. أوه، بطريقة عالمية، بلمسة رائعة، بوصول جميل، المنتخب السعودي يفتتح باب التسجيل بهذه اللمسة يا ولد، بهذه الكرة يا عزيزي، بهذه الكرة يا صديقي، أوصلتها إلى الشباك، وبالتالي المنتخب السعودي يفتتح التسجيل. وصلت إلى الجهة اليسرى، تقدم وأرسلها، عادت لسوريا بهذه الانطلاقة، بهذه المحاولة، لكنها تعود لمصلحة المنتخب السعودي، وكرة من الجهة اليسرى، محاولة المرور والتقدم الثاني هنا، ولكنها لا زالت قائمة. المحاولة السعودية المضاعفة، 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 ضاعفوها، 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 سجلوها، 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 تقدموا من خلالها. هنا بيمينه ركلها إلى الشباك، أوصلها، وتقدم بمنتخب بلاده بثاني الأهداف. هنا حضرها، مررها، سددها، ختمها، 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 وبالتالي سجدة شكر لله على هذا التوفيق. المنتخب السعودي يضاعف النتيجة، المنتخب السعودي يتقدم بهدفين دون رد. نعم بعد المتابعة الرائعة، وهنا الخطأ، هنا التمريرة أتت، وهنا الختام وصل بالتالي إلى الشباك. هل سيسجلون قبل الذهاب إلى غرف الملابس؟ نرى، نتابع، يأتي جول. هدف يعطي لهم الأمل، هدف يحيي المنتخب السوري، أو يحيي المنتخب السوري، أوصلها بصورة رائعة وجعلها تعانق الشباك بهذه اللحظات. كاوى عيسى قلص الفارق بتوقيت جيد، قلص الفارق بوقت مناسب، كاوى استلم، كاوى لف. 2-1 أفضل بالنسبة للمنتخب السوري، غير جيدة بالنسبة للسعودي. لماذا غير جيدة؟ هو فايز، لا لا أقول غير جيدة مقارنة بالنتيجة التي كانت قبل قليل بفارق هدفين. هنا سادة الكرام، يا من تشاهدوننا في كل مكان، أتت الصافرة معلنة نهاية الشوط الأول. رقم 17 محمد سليمان، وبالرقم 3 جهاد الحمد، هذان اللاعبان اللذان يدخلان الآن إلى أرضية الملعب اللبناني. سادة الكرام، لدينا كرة من الجهة اليسرى، تقدم بهذه اللحظات، العودة إلى الخلف، وهذه هي النقلة السعودية. هنا يأتي التدخل والانطلاقة ستكون حاضرة بالنسبة للمنتخب السوري. بعد هذا الضغط أرسلها طويلة مختصرة للمسافة بشكل جيد إلى الجهة اليمنى، التقدم بهذه اللحظات، يبحث بتقدمه وبمحاولة الآن. جول، 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 السوري عاد، السوري سجل، السوري تعادل، السوري تعادل، السوري تعادل، بعد كرة طويلة أرسلت إلى الطرف الأيمن، اختصرت المسافة هنا بداخل البوكس، عرضها وحارس المرمى لم يمسك بها، وهنا المراقبة وسجدة الشكر لله. المنتخب السوري يتعادل بتوقيت رائع، بتوقيت جيد، هنا التسديد، هنا ذات. لدينا كرة ثابتة
المنتخب السعودي لم يسجل على اللبناني في مباراته الماضية، ما سجل تسديدة هنا ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، كانت خطيرة الكرة الماضية ولكنها وصلت إلى ركلة مرمى، نقلة إلى الطرف الأيمن، تقدم بهذه اللحظات لمصلحة المنتخب يا سلام يا سلام، والتمرير رائع، جول! أوه! المرور كان رائعا والعرضية كانت مميزة والرأسية، كرة من الجانب الأيمن، يأتي التدخل ومن ثم في المنتصف نقلة إلى الأمام، يا سلام! هذه الدربكة بهذا الوصول بهذا الاقتراب لم يسجلوا، لا بل إنما مرت وعدت وإلى خارج أرضية الملعب وصلت هذه الكرة الماضية، هذا الخروج، وبالتالي هنا وقف بشكل مميز، أبعدها بمرتين والثالثة كانت هنا. نعم سادتي الكرام، المحاولة السعودية كانت قريبة ولكنها مرت، أتمنى بأن لا تكون هنالك إصابة بالغة في هذه اللحظات، هذه المحاولة الماضية بمرتين وبكل بسالة بكل فدائية هذا السوري الشهم. الحديث عن حسن المحمود، والسعودي لا زال يقاتل من أجل الوصول، قلت لكم رمي التماس لمصلحة المنتخب السعودي من الجهة اليسرى، واصل بهذه اللحظات من اجل الثالث، جول! اوه! سوريا بهذه اللحظات تقدم لمصلحة سوريا، التسديدة تأتي، جول! أي قذيفة هذه؟ وأي انقلاب هذا؟ وأي عودة هذه؟ يا سوريا النسور 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 يحلقون في هذه المباراة، هنا بيساره استلمها، بيمينه سددها، خرج برقم 24 رامز وأدخل من هنالك المهاجم الرقمي 9 لدينا طلال، هذه كرة عرضت الآن، اقتراب، جول 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 جول، عودة السعودية، الراسية وصلت إلى الشباك، نعم من دكة البدلاء ليعادل النتيجة، من دكة البدلاء إلى الشباك، من دكة البدلاء إلى التعديل، من دكة البدلاء إلى بسمة، من دكة البدلاء إلى عودة، أرسلها طلال، وضعها طلال، ترجمها طلال، عادلهم طلال، ولكنها إلى رمية تماس من الطرف الأيمن، ثم في دائرة المنتصف نقلة إلى الرواق الأيمن، تدخل بهذه اللحظات وبعرضية إلى الأمام، استلام من الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب السعودي بنقلة إلى داخل البوكس هنا بهذه الكرة، لكنها عادت، وهذا جاذوب بتمريرة جاذوب بكرة بعدما نقلها إلى زميله محمد، دخول الرابع الرابع الرابع، قادم 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 هنا بهذه اللحظات، لكنها تعود إلى المنتخب السوري عن سعد خالد المطيري، سعد خالد وسعد بنظراته للتحركات، سعد يشاهد حكم المباراة يطلب من حائط الصد العودة، هذه كرة تنقل إلى الأمام، هنا اقتراب ولكن يأتي الإبعاد، وهذا الرابع الرابع للسعودية، لا يهدف
لهم بال. قلت لكم وذكرتها عندما تأخروا وبالتالي هنا يعودون وبهذه الكرة هي أبعدت. حارس المرمى قام بكل شيء حقيقة، أبعدها من رأس المهاجم، ماذا يفعل أكثر من هذا؟ لكن المتابعة كانت رائعة، المتابعة كانت مميزة، وبعدها اختتمت بالهدف ووصلت إلى الشباك. وهذه هي الكرة هنا 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 أوصلها إلى الشباك نواف ناصر. نواف ناصر قد يكون هو هدف الانتصار يا أبو ناصر، قد يكون هو هدف الانتصار يا أبو ناصر، لكن